الله علي جبوبي سلام الله عليكم، وانت من كبار المهندسين والمتابعين والزائرين وكله. نحن الان على مشارف الجسر، يعني مكان الجسر المستهدف. ماذا عندك اليوم؟ ايش تقول؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، يعني عندما زرنا المدير ياسين في اخر زياره له قطعنا عهدا ان نقتحم الجسر في 10 ايام، واليوم هو اليوم العاشر. حقاً ما كانوا مصدقين، حتى هم ما كانوا مصدقين، قال ما حسب الوعد وصلنا. نعم تمام، يعني توفر لدينا طاقه متكامله من المهندسين من السواقين اصحاب المعدات كلهم مقلدين الحقيقي، يعني والاعلاميين ده والاعلاميين له دور كبير، والله ان الاعلام له دور كبير، واللي حفظنا وشد الهمم. نعم بارك الله، الحمد لله، واستطعنا في هذا الوقت الوجيز ان نقتحم الجسر. اليوم يوم فرحه لدى الجميع، فرحة خلاص عند اصحاب المنطقه، عند سواقين المعدات، عند اصحاب المعدات، عند المهندسين، عند الاعلاميين، فرحه لا توصف. والله فرحه، والله ده انا فرحان قوي، والله فرحان قوي، والله صحيح. محمد عبده ما تعليقك؟ نقول الحمد لله على السلامه، وصلنا مكان الجسر بفضل الله وتوفيقه وعونه. يا بوبي نشكر كل الداعمين، كل المتابعين، نشكر القائمين على المشروع اولا، ونشكر الشرف الخاص الشيخ منصور رئيس المشروع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ما اسمك يا حاج؟ احمد عبد يوسف. حياك الله. الله يحييك. شوف هنا مكان الكوبري ان شاء الله، وهنا الحرارات، والمهندسين مليان، وكل هذا في سبيل الله لانجاح المشروع الخيري. امامهم علينا وعلى الشعب اليمني وعلى المواطنين. صحيح. ما رايكم ايها افضل، الجسر الذي تحت ولا الذي فوق؟ الذي فوق، لان الجسر الذي تحت ما هو تر، ما في شيء، اما هنا صفى تمام. يعني هذا صفى؟ ايوه صفى، هو بعدين تمام. هنا كهش ولا كيف؟ لا لان حاجه ما ينفعش، لانه ما يدهور. أنت كمواطن؟ أنا مواطن بنفس البلاد، لكن علينا الكوبري السافل فيها ترب يدهور بعض الأيام، ولكن هذا على صفا. صفا؟ صفا أيوة. والله كلامك بمحله، يعني المهندسين قالوا هذا المكان أنسب. هذا أحسن. وبعض الناس قالوا تحت أنسب، أيهما أنسب بأمانة؟ هذا الأنسب وهذا الأحسن. هذا؟ أيوة هذا لا يعني ربما هذا ينتهي لتحت. انتهي انتهي لانه دهور تراب. تراب تراب ايوه. بارك الله فيك، بارك الله فيك، ان شاء الله خير للامام ان شاء الله. السلام الله عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ممكن تعطينا اسمك لو سمحت؟ عثمان علي سعيد المعيد. حياك الله يا بيت المرضيه، مرحبا بك. نحن هنا جوار داركم، وهنا حراره، وهنا حراره، وهنا حراره. مهندسين، مقاولين، مراسلين مليان. ماذا تقول عندك؟ أول شيء نشكر الشيخ منصور المحمد على مشروعه والركوب الإنساني والرجولي، ونشكر جميع أبناء وصاب من تعاملوا بالخير هذا، سلامة لأرواح الأمة الذي غرقوا في هذا الوادي. وادي زبيد. وادي زبيد طبعا، الذي نجد الأموال وقتل أرواح وأطفال ونساء. ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، ونطلب من جميع المنظمات العربية والدولية إعانتهم إلى هذا المشروع العظيم. وكتب الله أجر كل من ساهم وتقدم في هذه الصدقة الجارية، وجزاكم الله خير الجزاء. ونطالب أيضا جميع تجار اليمن في الداخل وفي الخارج أن يلفتوا نظرهم إلى هذا المشروع العظيم، ونطالب جميع منظمات. طبعا يا أخي الكريم، المشروع كبير، 50 كيلو أعلى بقطع حوالي 10 مليار ريال، تبنوها أبناء جبل مطحن، أبناء مصاب ساهموا، وأيضا كمان أحمد اليمني من صنعاء قدم برضه ملايين. ولا نزال مشروع طويل. ونطالب جميع التجار اليمنيين والعربيين، اي من كان في دم عروبه ومسلم وانسانيه، انه يقدم في هذا المشروع العظيم. الله. فانها صدقه جاريه لا تقدر باي ثمن. فعلا فعلا. سلامه لارواح الاطفال والنساء وجميع، حتى المواشي ما تسلم منه. ونحمد الله ونشكره، بارك الله
خير الشيخ منصور المطحني وافعاله كثر الله الرجال من امثاله. وشكرا جزيلا الشكر لاهل وصاف جميعا وصاف العالي والسافل وجزاكم الله خير. سلام الله عليكم.